احنا عرضنا الان يعني تقرير عن برنامجك كان اللي اسمه مرحبا بكم في المانيا. ما هي الحصيله التي خرجت بها من هذا البرنامج اللي كان بيبحث في امور وقضايا اللاجئين في المانيا؟ فكره البرنامج هي انه لازم ان نحكي أكثر مع بعضنا البعض، يعني المهاجرين العرب خاصة والألمان بالجانب الآخر. بالوقت الحالي وحتى الآن المهاجرين يعيشون في كثير من الأحوان أحيان في حي معين في مدن معينة، والألمان يعيشون في حي ثاني. فهذا منفصلين. ما في حوار، ما في تواصل، فهذا يعني لازم أن يغير بالمستقبل القريب، لأنه نعيش في نفس البلد ونفس المجتمع. فهذا البرنامج، في هذا البرنامج أريد أن أقوم حوار بين هذه البلدين، بين الطرفين والجانبين. جميل جدا، أنت عملت حلقات كثيرة عن هذا من هذا البرنامج صح؟ حلقات كثيرة، 30 ربما 30 حلقة. يعني أبرز ما تتذكره، يعني الشيء الذي لا تنساه من هذا البرنامج، موقف معين، ردة فعل من جانب الجمهور. لأنه لما بدأت البرنامج ما كنت بعرف إنه ردة فعل من جانب الجمهور رح يصير قوي جدا. كيف كانت ردة الفعل؟ قوية في أي اتجاه؟ يعني هل يعني رحبوا بالبرنامج ولا انتقدوه؟ الاثنين. لأنه مثلا بعض الألمان هني خايفين. هناك مشاكل بالنسبة للعداء وللأجانب في ألمانيا حتى الآن. فهذا الناس بيقولوا إنه يعني مش جيد إنه هذا البرنامج بالعربية على شاشتنا بالألمانية. لازم أن بيحكوا بألماني، لازم أن يدرسون اللغة الألمانية. بس بذات الوقت كان هناك ناس اللي بيقولوا هذا صحيح، إنه نحاول أن يعني to build bridges، يعني نمد الجسور. وبنفس الوقت من جانب المهاجرين رد فعل أغلبية كان إيجابيا. إيجابية.